نور وروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. الكنيسة يوم 3 مصر وده ثاني يوم في الصيام اللي بنصومه على اسمه من العذراء بتحتفل بتذكار نياحة القديسة بعيسى، ودي الحقيقة رمز حلو لكل إنسان في علاقته مع ربنا، إن الإنسان ممكن يعيش حياة مقدسة وتيجي فترات في حياته يبعد عن ربنا، ولكن الله لا يترك نفس بلا فرص للتوبة. الله لا يسمح لكل إنسان إن هو يستمر في غفلته الروحية، ولكن لكل نفس ربنا بيجي يخبط ويصر إن الإنسان يقوم، وإذا الإنسان دوت فعلا استجاب ربنا بيرجع الإنسان لمكانته الأولى. إنسانة اتربت في بيت حلو، بيت قام على العطاء، وخدمة العطاء دايما بتميز الناس اللي قلبهم فيه محبة. يعني الإنسان ممكن يتكلم، لكن اللي يحط إيده ويصرف أو يطلع أو يتعب أو يعمل مجهود، ده بيدل على إنه جواه حب للعطاء وجواه ربنا ساكن. ولكن عدو الخير ما كانش ساكت، استنى لما كل الفلوس بتاعتها راحت وبعت لها الناس اللي قدموا لها النصيحة اللي تضيعها وعاشت في حياة نجاسة. طبعا الإنسان لما بيبتدي يتحول عن الله بيبقى في حالة من الغفوة والغفلة، بيبقى في حالة مش حاسس هو بيعمل ايه، لدرجة ان هي لما دخل لها شيخ قديس زي يوحنا القصير ما قدرتش تميز ان ده رجل الله او ان ده انسان بتاع ربنا، وابتدت تتعامل معاه كأي واحد بيعدي على بيت من البيوت ديت، وتبتدي تفكر ان هو مجرد يعني واحد هتنتفع منه ببعض الربح. ولكن بكاء هذا الشيخ اعاد هذه الانسانة الى حياتها الاولى، وسألت سؤال جميل جدا، قالت هل لي توبة؟ هل لي توبة؟ عدو الخير يوقعنا، لكن دي مش نهاية حربه. نهاية حربه ان احنا نستمر في السقوط ونقول مفيش فايدة. وده النهاردة احنا عايزين نحط قدامنا المثل بتاع القديسة بائسة. حتى لو البيت اللي هو مفروض انه كنيسة مقدسة ودعي اسم المسيح عليه تحول الى بيت للدعارة، مش لازم المفهوم الحرفي لبيت للدعارة، معناها ممكن يكون انا بتكلم على قلبي، وان قلبي وفكري او حياتي واعمالي حواسي الخمسة زي ما هنشوف دلوقتي اتحولت كلها عن الارتباط بالمسيح للارتباط بالعالم. ويسأل الإنسان هذا السؤال، أهل لي توبة؟ ويجي صوت ربنا على صوت يوحنا القصير، على فم يوحنا القصير، ويقول لها نعم ولكن ليس في هذا المكان. يفكرني بامرأة لوط لما أو عيلة لوط كلها، حتى لما كانوا في سدوم وعمورة وربنا قال له لابد أن أنت تخرج خارج الدائرة. يعني إيه تخرج خارج الدائرة؟ كل إنسان بيحط نفسه في جو معين، يا إما الجو ده يربطه بربنا يا إما الجو ده بيربطه بالخطية. الدائرة هنا ممكن تكون أصدقاء سوء، ممكن تكون شهوات معينة، ممكن تكون شانل في التلفزيون، ممكن يكون ويب سايت معينة أنا بروح لها وبتأذيني، لكن أنا عايز النهاردة أخرج خارج الدائرة ديت. بائسة عندما ماتت في البرية كانت لها حياة، صارت حياتها شعاع نور يربط من الأرض إلى السماء، بينما لما كانت عايشة متزينة في بيتها كان فعلا هي ميتة وإن كان شكلها هي حي. الكنيسة بتحط لنا في هذا اليوم إنجيل العذارة، وده تقصنا دايما لما تيجي قديسة من القديسات الكنيسة تقرأ لنا متى 25 من 1-13 اللي هو إنجيل 10 عذارة، الخمسة الحكيمات والخمسة الجاهلات. بعد المقدمة عن القديسة بائسة أنا عايز ألفت نظر نفسي ونظركم لشيء مهم جدا، إن كل نفس فينا هي عذراء للمسيح، وعايزين نحافظ على عذراوية هذه النفس وجمالها. في العهد القديم سمعنا عن حاجة اسمها الزنا الروحي، إن ربنا يقول إن شعبي زنى عني، وكلمة زنا هي ارتباط بشخص غير قانوني. يعني أنا كزوج مرتبط بزوجتي، لو ارتبطت بواحدة تانية يبقى أنا زنيت عن زوجتي. في المفهوم الروحي أنا مرتبط بربنا،
ولو أنا ابتديت ارتبط بحد تاني الشيطان أو ذاتي يبقى أنا بزني عن ربنا. الآباء يقولوا قليلون اقتنوا بتولية الجسد ولكن الكل مدعوين إلى بتولية الروح. ومعلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانية 11 آية 2 يقول خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. أما تقرأ الموضوع ده وتدرسه في الكتاب المقدس تلاقي أن كل نفس فينا في مرحلة حياتها على الأرض هي في مرحلة خطبة للمسيح، مخطوبة. عارفين الواحدة المخطوبة؟ تبص تلاقي إيه؟ إن هو يبعت لك جوابات. مش المخطوبين زمان كانوا يعملوا كده قبل السيلفونز والكلام الحل بنعمله دلوقتي ده؟ فالجوابات دي هي إيه؟ الكتاب المقدس بيبعت لك كلامه، وبعدين يبعت لك هدايا. أحلى هدايا بيبعتها لنا جسده ودمه. إحنا حاليا على الأرض في مرحلة خطبة للمسيح لسه. إحنا دلوقتي مشتاقين للعرس. العرس هيبقى إمتى؟ يكلم عليه في سفر الرؤيا عشاء عرس الايه الخروف، لما الكنيسة المجاهدة دي كلها تتزف للسماء وكل واحد فينا يرتبط بالمسيح ارتباط أبدي. الخطوبة ممكن نفكها، يعني أنا ممكن أبقى مرتبط بالمسيح وبعدين أقول إيه؟ لا ده المسيح ده لسه قصته طويلة، فين عشاء عرس الخروف ده وهيجي إمتى؟ تعال نشوف لنا حد هنا نتسلى معاه شوية، شوية فلوس، شوية مركز، شوية أي حاجة كده، وبعدين ربنا يبص للنفس ديت ويقول ايه اللي بيحصل لك يا حبيبي؟ انت بتبيع عرس ابدي بايه؟ باكلة بصارة ولا مش عارف بشوية حاجات في العالم محدودة. ربنا عايزنا كلنا، كل واحد فينا يبقى هذه العذراء، هذه العذراء التي تهتم ان تقتني فضائل تجمل بها نفسها امام عرسها المسيح. يقول طب ايه الفضائل، ايه الحاجات اللي احنا هنقتنيها ديت؟ بالضبط زي مثل اللي قاله السيد المسيح على العذارة، عندهم زيت، عندهم عذراوية، عندهم مصابيح موقدة. الزيت الاباء يقولون عليه ده الايمان العامل بالمحبة. البتولية الروحية الاباء يشرحوها في مفهوم لطيف، يقولوا الطهارة المكللة. الطهارة المكللة. احنا الكنيسة تحط لنا مبدأ جميل جدا، كل يوم تفكرنا ان احنا هذه النفس اللي هي عروس للمسيح. امتى؟ في صلاة نص الليل في الخدمة الاولى، اول قطعة من القطع يقول ايه؟ هو ذا العريس او هو ذا الختن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، اما الذي يجده متغافلا فانه غير مستحق المضي معه، فاسهري يا نفسي. يبقى الكنيسة بتقول لنا كل ليلة ان انت عروس للمسيح وان المسيح هو عريس نفسك. تخيلوا واحدة مخطوبة وبعدين تبتدي تقابل عرسان تانيين، خطيبها يعمل ايه؟ يقول عليها ايه؟ خلاص طالما واحد خطب يبقى كده ما تقدرش انها ترتبط بحد تاني. طب انا المسيح خطبني؟ خطبني بايه؟ ده مش خطبني، ده اشتراني. يقول الذي اشترانا بإيه؟ بدمه. يبقى المسيح النهاردة قدم لي الشبكة ديت ولا الخطوبة ديت ان هو دفع ثمني. طبعا انا الحقيقة الموضوع ده مستهويني شوية بس مش عايز اطول. لو انا قعدت افكر في نفسي كعروس للمسيح هقول هرجع لحزقيال 16 واقول ان المسيح ده عجيب قوي، نفسه حلو. لو واحد فينا عايز يتجوز يعمل ايه؟ يدور على احسن واحده ونشوف تعليمها ايه ونسبها ايه وحسبها ايه وعيلتها ايه وكده. لكن المسيح لما بيدور عشان يخطب نفس بيدور على نفس شكلها ايه؟ يقول في حزقيال 16 مررت بك وكان حالك ايه؟ مدوسه بدمك، يعني مذبوحه، يعني ما فيكيش حياه، حالتك حاله. بس يقول كلمة جميلة جدا، يقول وإذا زمنك زمن إيه؟ الحب. كل واحد فينا عنده هذا الزمن مع ربنا. لما المسيح يبص لك كده يقول لك ده وقتك، تعالى بقى كفاياك بقى. أشبه لكم بتشبيه كده سامحوني فيه، يعني لو واحدة قعدت في البيت ما حدش جه يخبط على الباب كده يخطبها لغاية ما سنها كبر، تلاقي البيت كده تعبان
وقلقانين وفي حالة حزن. لكن أول ما يجي حد عريس كده ويتقدم تلاقي البيت يحصل فيه حالة إيه؟ فرح. عشان كده يقول لها إيه؟ وإيه زمنك زمن الحب. طب يا رب هتقدم لي شبكة إيه؟ يقول لها دمي. ده أنا هاخدك أغسلك وحلبسك مطرزة وأدهنك بزيت. مش ده هي قصة علاقتنا بربنا؟ ده اللي عمله معانا، خدني، مات من أجلي، خدني في المعمودية، لبسني ثياب المسيح، ثياب البر، وابتديت أدشن بالميرون ويسكن فيا، ويقول لي أنت العروس اللي بولس الرسول بيقدمها للمسيح. الحكيمات كانوا منتظرين جوار الجاهلات، ولكن الحكيمات كان عنديهم الزيت اللي هو يميزهم عن الجاهلات. ودي قصتنا كلنا على الأرض، مش قصتنا بس مع بره في العالم، قصتنا حتى جوه الكنيسة، إن كل واحد فينا اللي ما عندوش اشتياق حقيقي للارتباط بالله، واللي المسيح لما ينظر له ما راهوش عروس مزينة، هذه النفس هيكون نصيبها فين؟ يقول له يعني أنا مش عايز صعب عليكم الكلام، بس لو رجعنا لسفر الرؤية في كنائس السبعة، يقول له أنا عارف أعمالك. يقول له واحد أنا عارف أنك لك اسم أنك حي وأنت ميت. يعني يقول لهم مش كل من يقول يا رب يا رب، هم لا عايز إيه يا رب؟ يقول له أعتني قلبك، يقول له أعتني قلبك. إحنا ما نقدرش نضحك على ربنا، نقدر نضحك على بعض، نضحك على أبونا، لكن ربنا ما نقدرش نضحك عليه. عشان كده السؤال اللي أنا بسأله النهاردة وأختم بيه كده، ربنا لما ينظر من السماء دلوقتي، هل يراني عروس مهيئة لعريسها، ولا يراني مشغول بدور على عريس تاني وعايز ارتبط بحاجة تانية غيره؟ العذراء الحكيمات يا أحبائي كان لهن لقب العذراوية، وكلمة عذراء هنا بالنسبة للحياة الروحية يقولها قديس أغسطينوس بطريقة لطيفة: من يضبط نفسه في النظر والسمع والتذوق واللمس والشم بعيدا عن ما هو غير طاهر يحمل لقب عذراء. كم حاجة؟ خمسة، اللي هم ايه؟ الحواس الخمس. من يضبط نفسه في النظر والسمع والتذوق واللمس والشم بعيدا عن ما هو غير طاهر يحمل لقب عذراء. عشان كده الكنيسة بتعلمنا لما اقف اصلي في نص الليل اقف كخمس عذارة حكيمات بحواسي الخمسة كلها مقدسة. الحاجة التانية ان هم كانوا يحملنا مصابيح. انا قلت لكم كيف يرانا الله، فانا عايزه يشوفني نفس عذراء، عايز يشوفني ان انا في ايدي مصباح. ايه المصباح ده؟ يقول فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. علشان كده العذاره احبائي بتتحقق فيهم الايه اللي قالها السيد المسيح: لتكن احقاءكم ومنطقه ومصابيحكم مقدة. الاحقاء المنطقه هنا هي البتوليه، اللي هم الخمس حواس دولت مكرسين لمين؟ لخدمة ربنا، اللي اتكلم عليهم بولس الرسول وقال إذ لنا الحواس الروحية مدربة. وأما المصابيح المقدة هي الأعمال الصالحة اللي معمولة بالروح القدس التي تمجد الله في حياتك. فرصة حلوة في صيام العذراء إن إحنا نرجع لهذه الصورة العذراوية الجميلة. مفيش أحلى من إن إحنا نحط العذراء كده قدامنا ونقول إحنا عايزين المسيح يرانا كجزء كده من بتولية هذه العذراء. ده لأن يعني تخيلوا، ده بعت لها الملاك وقال لها إيه؟ إن ربنا إيه؟ ربنا شاف العذراء إزاي؟ مباركة أنت في النساء. تخيلوا أما ربنا يبعت رئيس ملائكة للعذراء كده، اختارها كده. طب إحنا النهاردة كلنا عندنا اسمنا في سفر الحياة، ودعوات الفرح مكتوب فيها العريس يسوع المسيح ابن الله الحي، والعروس هو ايه؟ بس خلي بالكم طول ما احنا مخطوبين اسمنا مكتوب زي ما بيقولوا اهل العالم بالرصاص. احنا عايزين الاسم يطبع، ولما يطبع لا يمحى من سفر الحياة. لإلهنا كل مجد وكرم من الآن وإلى الأبد، امين.